السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في قناة الملكة. ضعي طبقة من الغراء الخاص بالقصدير واتركيه على الأظفر مدة 3 دقائق حتى يجف تماما ويتحول لونه إلى شفاف. قومي بوضع القصدير على الأظفر، ومن ثم استخدمي القطنة المخصصة للأذنين وقومي بفرد القصدير بشكل متساوي فوق الأظفر. استمري بهذه العملية حتى يبدأ القصدير بالالتصاق بشكل تام في الأظفر. مثل ما هو ملاحظ، بدأ القصدير بالالتصاق بالأظفر، فبالتالي نستطيع أن نبدأ بسحب المنطقة. لكن في حال وجدنا أنه في بعض القصدير لم يلتصق، يفضل أن نتابع في عملية الضغط على الأظفر قبل إزالة القصدير. هذا هو الشكل النهائي. نتمنى أن يكون نال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.